السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنكرس الحلقة على رحلة إعداد منتخبنا الوطني لكرة القدم الذي أنهى معسكره التدريبي بمدينة البصرة وتوجه إلى العاصمة البحرينية المنامة التي ستكون محطة لتجمع منتخبات المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانب منتخبنا الوطني منتخبات إيران، كمبوديا، هونغ كونغ والبحرين، حيث تستأنف منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال الدوحة 2022 وكأس آسيا في الصين 2023. هذا المحور وقضايا أخرى متعلقة بالمنتخب سنطرحها ضمن فقرات هذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام مع محور حلقتنا لهذا اليوم المكرس عن منتخبنا الوطني لكرة القدم الذي يستعد لخوض غمار التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال الدوحة وكأس آسيا بعدما انخرط بمعسكر تدريبي في البصرة خاض من خلاله مباراتين وديتين، تعادل في الأولى سلبيا أمام منتخب طاجكستان وحقق في الثانية فوزا عريضا على نظيره منتخب النيبال بستة أهداف مقابل هدفين، لتكون تلك هي البروفة الأخيرة لأسود الرافدين قبيل الدخول بمعترك المنافسة الحقيقية على خطف بطاقة العبور عن المجموعة الثالثة إلى الدور الثاني من التصفيات الآسيوية الثانية. الجميع يعلم أن منتخبنا يتصدر ترتيب لائحة منتخبات المجموعة الثالثة بإحدى عشرة نقطة جمعها من خمس مباريات، حقق الفوز في ثلاث منها على منتخبات إيران وهونغ كونغ وكمبوديا، فيما تعادل مع البحرين ذهابا وإيابا، ليبقى فارق النقطتين تفصلنا عن منتخب البحرين صاحب المركز الثاني بتسع نقاط، بينما يقف منتخب إيران بالمركز الثالث بست نقاط من أربع مباريات، يليه منتخب هونغ كونغ بخمس نقاط، وأخيرا كمبوديا بنقطة واحدة. معكم بشار رسن عالية، جول 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 جول، سدد، الله، مشاهدينا. وبالحديث عن مستوى الأداء خلال المباريات الخمس التي خاضها منتخبنا ضمن التصفيات، كان الأداء جيدا مما أهله ليكون في صدارة المجموعة، لكن هذا لا يلغي حظوظ الآخرين خصوصا منتخبي البحرين صاحب الضيافة الذي لديه طموح مشروع هو الآخر بخطف بطاقة التأهل، كما هي حظوظ منتخب إيران قائمة بذات الرغبة التي تتيح له فرصة اعتلاء المجموعة إذا ما حقق الفوز في مبارياته المتبقية. ونجد حسابيا بالورقة والقلم أن منتخبنا أمام اختبار ليس سهلا برغم المعطيات التي تتيح له فرصة الفوز على منتخبي كمبوديا وهونغ كونغ عندما يلتقي هما يومي السابع والحادي عشر من الشهر الحالي، فيما تبقى مباراة منتخب إيران الأهم والأصعب عندما يلتقي في الخامس عشر من نفس الشهر. يمجد يا عطوان، الثاني للعراق، كرة تلعب عالية خطيرة، رأسية، الله الله، بالحديث بقية ولكن بعد فاصل قصير، خليكم ويانا. أه
مشاهدينا، وللحديث عن رحلة إعداد منتخبنا الوطني في مشواره المهم وما يحتاجه وما عليه أن يفعله خلال مبارياته الثلاث المقبلة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، ينضم معنا عبر الإسكايب من مدينة دهوك في شمال العراق نجم المنتخب الوطني ونادي الزوراء السابق المدرب الحالي الكابتن القدير حيدر محمود. أهلا وسهلا بك كابتن، سعداء ونورتنا في صدى الرياضة. أهلا بك أستاذ بلال والمشاهدين الكرام، تحياتي لك يا غالي. وتحياتنا لك ومشتاقي لك، وطمني عنك، شلونك أخبارك؟ الحمد لله بخير أستاذ بلال، قاعد وساكت في دهوك من سنين يعني تراني من العائلة ومبتعد يعني بغداد، سوى بعض الزيارات أزورها بغداد وأرجع لدهوك. إن شاء الله ما تبقى قاعد، لأن هاي الخبرة وهذا الفكر طبعا النير والاستيعاب العالي التدريبي وحتى من كنت لاعب احنا محتاجين ان شاء الله عن قريب يا ربي نسمع اخبارك الطيبه. كابتن اسمح لنا ان نتابع التقرير التالي الذي يعني يلخص محور حلقتنا الخاصه برحله منتخبنا في التصفيات الاسيويه، نتابع ولا نعوده، خليك ويانا. على بركة الله سارت كتيبة أسود الرافدين لتكمل مشواره الذي اختطته بأيدي صناع المجد عندما تصدروا ترتيب لائحة المجموعة الثالثة بإحدى عشرة نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين من دون أن يتعرضوا إلى أي هزيمة، وهذا ما يجعلنا جميعا نتمسك بحق التأهل الذي بات قريب المنال. ربما أن معطيات الحال تشير بذلك، لكننا لا نعلم ما تخبئه الظروف وما تضمره المفاجآت التي نتمنى أن تكون سعيدة مع أسودنا لنكمل المشوار بذات الألق. مرحلة إعداد تعد متناسبة مع ما تمليه الظروف التي تحيط بنا أو بالعالم كله إزاء وضع الوباء الذي ضرب أطناب العالم بأسره ولم يستثني أحدا، ليجعلنا نحكم بأن معسكر البصرة كان ملبيا للطموح، وقد بنينا رأينا هذا على أن أجواء البصرة قريبة جدا من أجواء دول الخليج لا سيما البحرين التي ستكون محطة لتجمع منتخبات المجموعة الثالثة. مباراتان تجريبيتان خاضهما منتخبنا أمام طاجكستان والنيبال، تعادل سلبيا في الأولى وجعلنا نؤشر ثمة ملاحظات تعد مهمة جدا، إذا ما تعداها قد تبدو رحلته محفوفة بالمخاطر. ثم حقق الفوز العريض في الثانية على النيبال بنصف دزينة من الأهداف، لكن المردود العام جعلنا أيضا نضع علامات استفهام التي لا نتمناها بالتصفيات، لأن الهفوات ستكون مكلفة وقت المنازلة لا سامح الله. تجاذبات وأقاويل هنا وهناك غلبت على رحلة الأسود، تصدرها نادي الشرطة الذي سحب لاعبيه من معسكر المنتخب لانخراطهم ضمن تدريبات فريقه الكروي الذي تنتظره مباريات بطولة كأس العراق، ما حدا بمدرب المنتخب كاتانيتش أن يستدعي ستة لاعبين عوضا عنهم قبل أن يعود مرة أخرى إلى لاعبي القثارة قبل السفر إلى المنامة، بعدما بات واضحا أن فراغهم تسبب بهفوات دفاعية مكلفة أمام النيبال والاكتفاء على بقاء سجاد جاسم فقط من اللاعبين المستبعدين. وفي الفترة الزمنية المتبقية للاختبار الرسمي نعد الساعات القادمة التي ستسفر عن حظوظ أسودنا الذين تنتظر زئيرهم الملايين داخل وخارج العراق ليزفوا بشائر النصر بإذن الله تعالى. افرح يا عراق افرح، افرح يا مجروح افرح، هكذا هو العراق، هكذا هو العراق، عليك مني سلام الله يا وطني، مهما دج الليل الفجر يأتيني. عودة إلى ضيفنا عبر الإسكايب من مدينة دهوك النجم الدولي السابق الكابتن حيدر محمود، أهلا بك مرة أخرى كابتن. من وجهة نظر فنية بحتة، كيف ترى وضع المنتخب الوطني بحسب المعطيات الأخيرة قبل ذهابه إلى المنامة؟ مباريات المنتخب الوطني الأولى والثانية، وأكيد إحنا فزنا صحيح في المباراتين، لكن إن المنتخب العراقي يعني أنا أشوفه من وجهة نظري الفني رغم حالات أداء غير جيد، بعض اللاعبين ما ظهروا بمستواهم، وهذا أكيد يعني من خلال الدوري العراقي والتوقف أو الابتعاد عن مباريات المنتخب منذ فترة يمكن كبيرة، عدم مباراة مع المنتخب الكويتي والأوزبكستاني. الفريق أشوفه أنا قادر على
تجاوز المباريات الثلاثة الباقية بالمؤهلة إلى كأس العالم وأمم آسيا. نسبة إلى النجوم الموجودين ودا أشوف يعني اللاعبين اللي يطبقون فكر المدرب كاتانيتش اللي يراد يزرع من خلال يعني اتجاه اللاعبين أو الدوري العراقي اللي هو بعيد عن المستوى الفني أو طاقم الفني جول في الدوري العراقي. لكن أشوف فيها مباراتين رغم الفرقين يعني تحدث الجميع بأن المنتخب لا يمتلك التاريخ الكبير تجاه المنتخب العراقي صحيح، لكن هذه كرة قدم يعني طاجكستان ولا النيبال هم فرق منتخبات. كابتن يعني من خلال كلامك ومتابعتك للمباراتين الوديتين الأخيرة، يعني حضرتك موجدة فوارق فنية توضحت يعني ما بين المباراتين؟ أي بمعنى آخر، هل إن الأخطاء التي يعني مثل ما نوهت عليها التي رافقت أداء لاعبينا في المباراة الأولى ما تم تصحيحها في المباراة الثانية أو تلاشت؟ أكيد أستاذ بلال، هي صار تصحيح في المباراة الثانية وكشف الجميع بأن الفريق غير جيد ولاعبين لا فريق النيبال يعني بيه مساحات وأعطوا أهداف وأخطاء كثيرة في دفاعات النيبالية لما استطاع المنتخب. أقول لا بالعكس، أنا شاهدت تصحيح الأخطاء بالمباراة الأولى اللي وقعنا بها مع طاجكستان، قدر يصحح المنتخب. أغلب اللاعبين كانوا في مستوى جيد، مستوى مطمئن وقادرين إن شاء الله على تجاوز المباريات المتبقية. طيب تكلمت عن النهج وعن الفكر التدريبي، كيف ترى مدرب المنتخب كاتانيتش حاليا؟ تعرف أنت هو جعل منتخبنا يقف على رأس المجموعة الثالثة بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقي، لكن أتكلم هنا فنيا من خلال متابعتك لتدريباته لشخصيته التدريبية، هل وجدت يحمل يعني فكرا نهجا ينبغي أن يكون هو المطلوب في المرحلة؟ هل هو قادر على تكملة المشوار بنجاح لتحقيق المنال؟ شوف احنا ناجح ومن خلال انت ما تحدثت به بتصدر المجموعة لحد الآن. فبالبداية انا كنت بالعكس احد المنتقدين الى نلعب كرات طويلة للمهاجمين، لكن الآن بنعزز المنتخب بلاعبين جيدين خصوصا المهاجمين الآن، وشوف انت الأهداف اللي دان حصلها أو اللي دان ضيعها. ويمكن أفضل مباراة أنا أشوفها مع الفريق الكويتي اللي جرت على الفريق بعد ما كان متأخر، الفريق ما كان بعد مستوى جيد بعدين قدر بالشوط الثاني وكذلك تسجيل الأهداف. الآن في المباراة مع أوزبكستان اللي يمكن أكثر من شهر ونص إلى شهرين أيضا مستوى جيد أشوف أنا مع أوزبكستان ونتيجة جيدة مع طاجكستان ومع النيبال. كابتن لدي أسئلة على هذا المحور، طالما حضرتك أنت موجود وأنت أحد يعني أبرز المدافعين بالكرة العراقية وأنت قائد الخط الدفاعي للمنتخب لفترة طويلة، سوف أستغل وجودك لنتحدث عن يعني أمرين مهمين. الأول يعني الأسلوب العام الدفاعي المتبع يعني من قبل المدرب، وكذلك عن الخط الخلفي الدفاع، لكن دعنا أن طبعا نتابع ما قال ذوي الشأن الكروي في هذا الموضوع ولنا عودة، خليكم يعنى. تحية إلى برنامجكم صدى الرياضة. طبعا بالنسبة لإعداد المنتخب الوطني إعداد نقول يعني جيد وتمنياتنا لهم بالتوفيق، خاض مباراتين المنتخب الوطني طاجكستان ونيبال يعني قدم مستوى نقول مقبول نوعا ما، وبالخصوص بالمباراة الثانية يعني سجل 6 أهداف. إذا وضع الهجومي لمنتخبنا الوطني وبصورة عامة وضع نقول جيد، تمنياتنا كرياضيين ومتابعين انه يتخطى المرحلة الأولى. إذا تخطى المرحلة الأولى إن شاء الله بعد التفكير بالمرحلة الثانية، مرحلة تكون أصعب، دي راح تلاقي منتخبات قوية مثل اليابان، مثل أستراليا، مثل كوريا الجنوبية. أمنياتنا المنتخب الوطني إن شاء الله والصعود إلى كأس العالم. خلال هذه الفترة الحساسة يجب على المدرب أن يستقر على التشكيل وأسلوب ونظام اللعب المتبع مع الفرق اللي راح نلعب معها. طبعا هذا الشيء يقع على عاتق المدرب وهو يتحمل أو المسؤولية أولا وآخرا. المسألة الثانية هو واضح كان الخلل الواضح في خط الدفاع والأخطاء الدفاعية الكثيرة اللي هي يجب على المدرب أيضا أن يقوم بالمعالجات السريعة وتصحيح الأخطاء لغرض تلافيها خلال المرحلة القادمة من التصفيات. أهلا بك كابتن، أنت تحدثت عن يعني تغيير الأسلوب يعني بفترات يعني متباعدة وصار الأسلوب من الدفاع إلى الهجوم، ولكن البعض خصوصا من الإعلام والصحافة أشكل على كاتانيتش كثيرا إزاء استخدامه خطة دفاعية بحتة لتأتي النتائج دائما بهدف
لا أكثر. برأيك ما السبب في ذلك؟ يعني أنا سأل بلال أحد المنتقدين ليس فقط الإعلام، حتى النجوم أيضا انتقدوا هذا الأسلوب، لكن من تشاهد أنت الأدوات الموجودة الآن وخصوصا المستوى والطابع الفني في الدوري العراقي وعيل اللي خلينا نتحدث بيه إحنا، الفرق الجماهيرية نقول الفرق المصدرة يمرون بيها الآن هم الزوراء والشرطة والجوية وأيضا الطلبة، أخطاء دفاعية فادحة. يعني ما معقول يجي بيوم وليلة كاتن يجي صحح الأخطاء، لكن قدر أن يلملم نقول شمل الفريق، قدر أن يصحح أخطاء الفريق ويلعب في لعب جماعي أو كتلة واحدة. للأسف عندنا لاعبين جيدين وعندنا لاعبين يمكن سنوات يلعبون المنتخب، لكن في المباريات في الدوري وده تنتقل من الدوري إلى المنتخب وبفكرة قدر أن يقلل هاي الأخطاء. يعني أنت يمكن دشاهد متابع للدوري العراقي، الأخطاء اللي تصير أخطاء جمة من قبل نجوم وقبل لاعبين العراق وفي المنتخبات يخطون أخطاء بسيطة جدا. قلت لك هذا للأسف الدوري العراقي الآن في المنتخب قدر يمكن الآن ثبت من خلال تصدرنا من خلال نتائج جيدة، وتشوف أنت لحد ما عنده خسارة إذا مو فوز أقل شيء يقول لك ما أريد أفوز خلي بس ما أريد أخسر. فعلا كابتن، نعم يعني العديد من المدربين الرياضيين شخص بأن مكامن الخلل داخل صفوف المنتخب هو يعني الخلل دفاعي بحت. نعم دفاعي بحت. ما تعليلك حول ذلك؟ هو دفاعي بحت، دفاعي وإنما الدفاعي يجي هو من الهجوم. عندنا هذا الشيء، يعني أنت شوف مثل الفرق العالمي يقول خير وسيلة للهجوم هي الدفاع وخير وسيلة للدفاع هي الهجوم. الدفاع يجي من المهاجم اللي هو أيضا يقدر يقطع الكرة أو يقطع الخط الهجوم بالنسبة للفريق المنافس من خلال عدم صعود الأظهرة للفريق المنافس. احنا في الفترة يمكن الأخيرة حمل اللعبة وهذا ما معمول حاليا في الدوري العراقي، قلت لك انتقل من الدوري العراقي الى المنتخب العراقي. طيب كابتن يعني لكن اسلوب كابتنش قدر ان يخلي جميع اللاعبين ان يلعبون بكتلة دفاعية وافضل مباراة اللي شاهدنا مع أوزبكستان. نعم استاذ إلال انا معاك، ولكن للأمانة ما لاحظت لمراحل عديدة بان لاعب العراقي يلعب باسلوب البريس الضاغط، بحيث مثل ما تفضلت يعني الضغط يبدي من المهاجم للوسط للدفاع، وما أعرف هل هو هذا الأسلوب يحتاج إلى أسلوب معين، إلى لياقة، إلى بنية، إلى فكر يعني خاص، إحنا ما نمتلك هاي المقومات؟ والله سابي لا أنا يحتاج إلى إرادة. شوف الإرادة ظهرت مع أوزبكستان اللي غاب أكثر من نجم وأكثر من لاعب بارز في المنتخب الوطني من حيث القوة والإثارة والندية، وشوف ما أعطوا مساحات ولا مسافات للفريق الأوزبكي. يمكن قبل يمكن باشو لعبنا احنا في الإمارات معهم مع المنتخب الأردني اللي يمكن صالوا وجالوا في ساحاتنا وقدروا ان يوصلون مرمان من ما أقل عدد من الثواني وليس الدقائق وتسجيل هدف. لكن في هذه المباراة شفنا الفريق بصورة يعني كاملة او اجمع الكل الدافع والكل تهاجم، ما اعطوا اي فراغات ومساحات لاعبين الأوزبك في ملعبهم. ايضا لا تنسى انت بين ملعبهم في ملعبهم وجمهورهم قدرنا احنا نفوز عليهم ونحقق نتيجة جيدة. هي هاي ثقافة تختلف، لكن اشوف موجودة بس هاي البصمة هي مع مباراة أوزبكستان. الفريق ده يتعامل عند الضغط وعند الزون نوعا ما موجودة، ويحتاج اكيد مباراة ما التصفية تختلف عن مباراة الودية. فعلا اريد اعرف تعليقك، وهذا التعليق مهم بالنسبة لي. رأيك بابعاد اللاعبين المغتربين، هل يعقل كابتن ان المنتخب لا يحتاج لجهود يعني هؤلاء أمثال جستن ميرام، أحمد ياسين، ياسر قاسم وغيرهم من اللاعبين؟ هل يعني مستوياتهم فعلا لا تخدمنا، أم أن هنالك للأمانة وأريد بصراحة ثم التصفيات وحسابات تلوح بالأفق على حساب يعني للأسف على حساب اسم الوطن؟ أنت تعرفني شيء قريب علي، أنا يعني قد ما كنت لاعب وكابتن بالمنتخب قد ما مرح قد ما طيب، لكن عندي الانضباط أهم صفة موجودة. أنا عندي الانضباط أهم من المستوى الفني والخلق الرياضي. اللاعب المغترب للأسف البعض والقليل من عندهم اللي هو ما عرف حجمه ولا حجم المنتخب العراقي. وكابتن صراحة أنا اللي كان مثلا ما يحضر مباراة خيبان أنا يقول ما أجي مباراة إلا بالفيرست كلاس، أو أنا لازم ألبس هذا الدريس، أو أنا ما أكل هذا الأكل، هاي كلها تأثر على نقول الجو العائلي نقول بالفريق. شلون احنا ترى المنتخب هو عائله، يعني بعض اللاعبين يقول لك ليش هذا اللاعب يرفض بين يقعد ويانا او ليش يقول انا. اعتقد الجانب هو ليس فني وانما جانب انضباطي، يعني عذرا اقول لك اياها من وجهه نظري يعني. انا اذا مو نقول احنا 50% 60% 70% نقول 50% جانب الانضباط وليس المستوى الفني. يعني انا اريد اوصل هاي الرساله من خلال هذا المنبر بين هذا المنتخب العراق. انت لولا المنتخب العراقي والعالم العراقي نقول احنا مو نبيع وطني، لكن ما كنا نعرف عندنا هيك لاعبين. احنا ممكن احمد ياسين من عائله راضيه واخواني اعرفه والكل تعرفه
معروفين، لكن بعض اللاعبين ما معروفين من خلال المنتخب، فيجب أن يضحي في كل شيء في الغالي والنفيس في سبيل المنتخب العراقي. فوجهة نظري يعني قدك هي وصلت، ليس الطابع الفني وإنما هي جهة الانضباط، يعني الانضباط اللاعب. وصلت الفكرة. بالنسبة للاعبي نادي الشرطة كابتن، يعني أنت تعرف اللاعبين تم استدعائهم بدلا عن لاعبي الشرطة، ومن ثم إبعادهم والعودة مرة أخرى للاعبي القيثارة، وأنت شاهد على الحالة، يعني باستثناء اللاعب سجاد جاسم، يعني هاي الحالة كيف تفسرها؟ أنا بالنسبة لي يعني هل بمقدوري أن أقول هذا تخبط أو تناقض بآلية العمل في ظل يعني فسحة زمنية قصيرة للتصفيات، أم أن حضرتك تجد هذا الموضوع طبيعيا طالما يعني المصلحة تتطلب ذلك؟ والله أستاذ بلال أنا أشوفها طبيعية والمصلحة تطلب ذلك، بأن هو نقول إحنا توجيه إنذار للاعبين أو للإدارات، بأن هذا منتخب وطني ونقول إحنا هذا واجب مقدس، إحنا لازم نرفض كل شيء ونقدم كل شيء للمنتخب الوطني لرفع اسم العراق. أشوفه أنا حتى لا يقول لك أنا هذا اللاعب فقط أنا مسيطر على مكاني وما حد يقدر يأخذه وما يقدر يجيب اللاعب مكانه، بالعكس راح يعزز من عطاء اللاعبين اللي نقول إحنا اللي مشاركوا في الشرطة بأن يقدم أكثر في سبيل. يقول أنا منتخب مثلا نقول بوكاني أنا أكو، يعني تراها حالة إيجابية، تكون أنا مركزي، نعم تراها حالة إيجابية، حالة إيجابية شوف أنا هذا طبيعية. تحفيز نعم. أيضا تحفيز أستاذ بلال للاعبين الدوري العراقي اللي الآن يقول لك أكو دعوة للمنتخب وليس المنتخب محجوز بقائمة فلان، طبعا الحافز يعني حيصير حافز أكثر. الآن تشوف إبداع اللاعبين اليوم، أنا أتمنى وأنا يعني سابقا تكلمت في أحد القنوات بأن يجب استدعاء بعض اللاعبين يحفز من لاعبين الدوري ويكون اللاعبين تظهر لنا مواهب وليس المنتخب حكرا على بعض اللاعبين، فهذا اقول لك خطوه جت مهم جدا احنا جت سبحان الله لا اراديه بس هي خدمه الصالح العام. رائع جدا. ماذا يرى الكابتن حيدر محمود؟ هل ان حظوظنا قائمه بخطف بطاقه التاهل؟ والله لحد ان حظوظنا انا اقول قائمه ان شاء الله وقادرين على تحقيق نتيجه، اكيد العراق كله ينتظر هذه الفرحه، ينتظر هذه نقول بأن احنا نتأهل الى تصفيات نهائي كأس العالم وايضا الى امم اسيا، احنا لحد ما مصدرين يعني، فقط اذا وجدت الإرادة في داخل كل قلب عراقي ان شاء الله. كابتن حيدر الوقت المتبقي مخصص في كلمة أخيرة. انا اشكر حضرتك على هذا اللقاء، اتمنى اني من كل لاعب وكل مواطن عراقي ومن كل اعلام وكل إدارات الأندية الوقوف مع المنتخب العراقي، عدم الانتقاد لأي خطأ لا سمح الله نقول حدث في مباراة أكيد كرة القدم بها أخطاء، فأتمنى من كل مواطن عراقي يعني ما راح أحدد أنا كلاعب كسياسي كإعلامي، كل مواطن عراقي يهم مصلحة بلدي أن يقف مع المنتخب العراقي في هذه المحنة، وإن شاء الله لنا حديث آخر بعد المباريات إن شاء الله. شكرا للكابتن القدير حيدر محمود نجم المنتخب الوطني ونادي الزوراء السابق الذي كان معنا عبر السكايب من مدينة دهوك في شمال العراق، شكرا جزيلا له. إذن الكل يعلم أن هذه المرحلة تحتاج إلى تركيز عالي من قبل لاعبينا، خصوصا وأن يعني الفسحة الزمنية المتبقية هي قصيرة وحساسة جدا، لذلك يعني دعونا ننهي ونبتعد عن الضجيج والتصريحات الرنانة التي لا تنفع منتخبنا سوى أنها تشتت فكر اللاعبين. بعيدا عن العاطفة علينا أن لا ننسى أن ملامح البطل لم تظهر بشكل نهائي في هذه المجموعة. أما يعني بحسب لغتي الأرقام فأن منتخبنا بالتأكيد هو الأقرب حتى الآن، وهذا ما يدعونا إلى التفاؤل بأن أسود الرافدين قادرين على تقديم الأداء العالي الذي سيتكفل بمنحهم بطاقة العبور بكل جدارة واستحقاق، وقولوا معي إن شاء الله. على الموعد نلقاكم بإذن الله. هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.